ازيكم اغلى واجمل متابعين، يا رب تكونوا بخير وبافضل حال ونكونوا على تواصل في الخير دايما. ورجعت لكم النهارده فيديو جديد من عند البط والفراخ والرومي، طبعا ده اللي انتوا لسه ما تعرفوهوش. وكمان في كتاكيت كوشن، في حاجات كتير قوي الفتره ديت انا ما كنت صورت عنها، بس حبيت ان انا اجمعهم كلهم مع بعض واصور لكم عنهم الفيديو ده. بس يلا بقى كده بسرعه، يا ريتني سمي الله وصلى على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تنسوش اللايك على الفيديو، عايز لايكات كتير جدا على الفيديو ده عشان يترفع. ولو كنتوا لسه بتشوفوه لاول مره ما تنسوش تعملوا لي اشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس للكل عشان يوصل كل جديد من عندي. ويلا نكمل مع بعض الفيديو للاخر. اللهم صل على كامل النور. عايز اقول لكم ان الفتره ديت الدنيا مش مظبطه عندي، في حاجه غريبه جدا في الطيور عندكم، الطيور الصغيره ديت بيحصل موت مفاجئ للكتاكيت، مانيش عارف سببه ايه. الفراخ بتموت من غير حتى انذار، فاهمين يعني؟ انا ميت من عندي لحد دلوقتي 4 كتاكيت هندي، يعني اللي مات عندي هندي، متخيلين؟ وكمان واحد فيتنامي مات. ايه السبب؟ ما اعرفش. الحمام بتاعهم متماسك، ما فيهوش اي حاجه، لا في كوكسيديا ولا كوليستريديا ولا في برد ولا اسهالات زي ما انتم شايفين. حتى يعني ده تقريبا اللي عليه الدور ان هو يموت اهو، الهندي ده زي ما انتم شايفين كده. مش عارف في ايه بالظبط، يعني هما كانوا طالعين لي 6 هندي، مات 4، فاضل لي الاتنين اللي هو ده والتايجر اللي جوه، لو جوه ورا الفراغ ده اللي هو هنا ده، تمام. ومات من عندي واحد فيتنامي بدون اي سبب. طبعا انا استقبلت الطيور كلها طبعا بطريقه الاستقبال المعتاده بتاعتي، اللي هو جبت لهم محلول معالج جفاف، وبعد كده جبت لهم اللي هو التيدوفيت. والله خلصان اهو، يعني بس شايفين اهو مرمي اهو في الارض، خلاص خلص، كانوا اخر جرعه هم خدوها. علف واللمبه اهي محطوطه وكل حاجه، بس طبعا الجو نار حمراء فما اقدرش ان انا افتح لهم اللمبه لانهم هيموتوا من الاخر كده لو فتحت اللمبه مع درجه الحراره العاليه، الطيور ممكن ان هي تموت مني، تمام. واستعملت لهم بقى دلوقتي برشام ريفو، هو اللي كان عندي ده بيبقى حلو جدا، خافض للحراره وفي نفس الوقت حلو للاسهالات. انا عايز اقرا لكم اللي مكتوب عليه، يا رب الاقي واحده بس مش مقطعه. للالام والبرد والانفلونزا وارتفاع الحراره والروماتيزم وحاجات كتير كده. المهم ده حلو جدا للطيور، بيرفع من درجه حراره جسمهم في الجو الحار ده. شايفين البط البني؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليه، حاجه كده بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ايه بقى اللي حصل عندك يا كمال؟ طبعا انتوا فاكرين فرخه الرومي اللي هي اللي راقده ده، راقده على بيض وادي او الفراخ الفرعوني او الحبشي على حسب ما بتسموه، تمام. المهم لقيت 3 بيضات نقروا. طبعا انا عايز اقول لكم اني الفرحه ما كانتش سيعاني اقسم بالله، وقتها اول ما لقيتهم نقروا عايز اقول لكم ان انا كنت طاير من الفرحه، بس استغربت ان هم نقرين على 20 يوم. فراخ الوادي زيها زي الفراخ الرومي، بتطلع على 28 يوم زيها زي الرومي بالظبط، تمام. المهم لقيتهم اول ما فقسهم خدت الصدمه دي بقى، هوريها لكم الوقت الصدمة. ادا 1، ادا 2، ادا 3. بصوا بقى لقيت طلع لي دول. طب دول ايه يا كمال؟ دولت كتكوتين كوشن قزم، تمام. ده كوشن قزم، بس بصراحة مستواهم حاجة كده فخامة، تمام. البنية اللي جوه دي وده طالعين تقريبا ديكو فرخ، طالعين كوشن قزم، شايفين ما شاء الله السروال بتاعهم تخين قوي. طب وده ايه؟ ده طالع لي براهمه. المهم كلمت الست اللي انا كنت جايب منها البيض، لقيتها بتقول لي ممكن تكون ان هي اتلخبطت وحطت بيض من دولت من غير ما تاخد بالها، تمام. بصراحه هي قالت لي لو عايز ترجعهم ولا تجيب لك مكانهم كتاكيت وادي مفيش اي مشكله، بس لما فكرت فيها وبصراحة المستويات اللي عندها عالية جدا قلت لها لا خلاص انا هاخد دولت، تمام، مفيش اي مشكلة، هما دولت كانوا رزقي ونصيبي فانا هاخدهم. يعني كتكوتين كوشن وكتكوت براهمة، براهمة اللي هو البراهمة العملاق اهو، شايفين 5 صوابع وحاجة كده فخمة.
تمام. فقلت بقى اجرب حظي في دولت، جايز ربنا يبارك لي فيهم. بالمناسبه هي لسه راقده على بيض، يعني هي لسه تحتها بيض بقى الفرعوني، تمام. يعني البيض الفرعوني طلع، طلعت لي التلاته دولت، قالوا بس ما نزلهم عشان ما يجروش امه رايحين واقعين في اي حته، كتكوت قد السمان ازاي. طلعت لي التلاته دولت، وطلعت لي حاجه كمان، فرخه الروميه ديت. هي فين اهي؟ لا ده اهي وده اهو. وطلعت لي كتكوت الرومي الجميل ده والبطايه دي، تمام. كنت حاطط تحتها بيض رومي، كانوا 3 بيضات تقريبا، 2 طلعوا فاضيين واحده طلعت مخصبه، فطلعت لي الكتكوت ده. وكان تحتها 5 بيضات من بتوع البطه، الحر بوظ لها البيض بتاعها، كانت فاخدت ال5 بيضات، قلت هرقد البطه على 5 بيضات بس، فحطيتهم تحت الرومي. طلعت لي بطه واحده و4 بيضات كبسوا جوه البيضه، تمام. كانت البطايه العسل ديت وكتكوت الرومي ده طالع ديك اهو، ما شاء الله الله اكبر. فطبعا حطيته مع اخواته اللي هنا، تعالى تعالى يا حبيبي، يتربوا سوا كلهم مع بعض. البط البني اهو كبر، عايز اطلع لكم واحده اوريها لكم شكله، حاجه بسم الله ما شاء الله، شايفين لونه عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله الله اكبر اهو، مش واضح معاكم ولا لا؟ اهو طالع لونه زي العسل. طبعا دولت هقول لكم بقى السلاله طلعت ازاي. طبعا دي البطه البني اللي هي تبقى ستهم او جدتهم، تمام. البطه دي كانت مطلعه لي انتاج اسود عادي، تمام، اللي هو الذكر البط اللي هناك خالص ده اهو، اللي ورا الديك الرومي الاسود اللي هو ده اهو، شايفين الكتاكيت الميته اهي. طبعا هاخدهم دلوقتي في كيس ارميهم. طلعت لي ذكر البط ده ونتايتين كمان، نتايه واحده راقده والتانيه. المهم الذكر ده لما كسر عن نوتي لقيت الانتاج بتاعه بيطلع بني، طبعا بيطلع لامه اللي هي اللي راقده حاليا دي. فبصراحه فرحت بيهم جدا، جابت لي 4 بني و1 بيضة، كانت جايبه لي 15 بطه ما شاء الله، 4 بني و1 بيضة و10 سوق. انا بعت منهم، تمام، اللهم صل على كامل النور، بعت 7 مش سود، واتبقى لي 3، مات منهم واحده وواحده فقست تحت الروميه، يبقى كده هي معاهم هنا 4 بني و1 بيضة و3 سود، يعني 7 بطات. بقى ده الفلاش بتاع التليفون طفي لان البطاريه هتقفل، تمام. فطلعت لي دولت، بس لو انتم معايا لحد دلوقتي تكونوا عملتوا لايك على الفيديو. طلعت لي دكر البط الابيض ده، طبعا 1000000% هيتساب ما شاء الله الله اكبر عليه. والباقيين بقى اللي هم دول وبس كده. ده كان موضوع حلقه النهارده، كانت المفاجاه بتاعت الكتاكيت ديت، وربنا يعوضني خير يا رب في الكتاكيت اللي ماتت. يا ريت بقى لو انتوا كنتوا لسه بتشوفوه لاول مره تعملوا لي اشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس لكل عشان يوصل كل جديد من عندي، وما تنسوش اللايك على الفيديو. وكمان عايز اقول لكم ان طبعا اللمبه بفتح حالهم اول ما المغرب بدا، تمام، بقوم فاتح حالهم علشان طبعا بالليل الجو بيبقى هوا. واشوفكم في فيديو جديد على خير.